السبب الحقيقي لوفاة الإعلام الرياضي عادل تويجري. تسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلام الرياضي عادل تويجري عن عمر يناهز 40 عاماً، وأكد الحساب الرسمي لبرنامج الدوري مع وليد وفاة الإعلام الرياضي عادل تويجري. وكشف محمد الجاسم التميمي قائلاً: عادل تويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية، الله يغفر له ويتجاوز عنه. شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه. تصغر والله في عيون يا هالدنيا، ونعوذ بالله من موت الفجأة، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. وكان آخر ظهور للإعلامي عادل تويجري في برنامج الدوري مع وليد، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1. وخاض تويجري العمل الرياضي في عدة صحف، حيث كان ناقداً رياضياً في برنامج أكشن يا دوري، ورئيساً للمركز الإعلامي لرالي حائل، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال. وآخر تغريدة له أبكت المتابعين، قال فيها: اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها موعدنا.